السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم أصدقائي؟ أخباركم؟ طبعاً يا أصدقائي، كل شخص بكرة القدم عنده مشاكل وبتصير معه مشاكل، ما مسيرتك كتير طويلة وراح تواجه مشاكل وصعوبات وأشياء، فهي الأشياء يا أصدقائي لازم تتعداها كلها. مشكلتنا اليوم أصدقائي، صديقنا هون كاتب لنا عنده مشكلة إنه لم ما بتجي الكرة بالمباراة، أصدقائي ما بيوصلوا الكرة نهائياً، يعني هو بالملعب بس ما هو بالملعب. اليوم جاي أحلكم هالمشكلة إن شاء الله وكرة بصافي. قبل ما نبلش الفيديو لا تبخلوا علينا باللايك والاشتراك وفعلوا هالجرس ويلا نفوتوا. عندك اشياء كثير لازم تتخطاها. واحد، الخوف، لا تخاف من الكره يا اخي، عادي اجتني وين ما بدي استلمها وارجع اسلمها. اذا كنت بتعرف تراوغ وجاك لاعب مندفع عليك فرصتك لتراوغه. المهم الخوف بدك تتخطاه اول شيء. ثاني شيء بدك تطلب الكره، انت اللي تطلبها، ما راح ما لازم تستناها بمكانك. غلط انك تستنى الكره بمكانك، هذا انك تتمركز وخلص لا تجيني وبعدين تطلع لبرا تحكي للمدرب ما حد وصل الكرة. انت روح استلم الكرة، انت روح اطلب الكرة من فريقك، خذها وزعها على النص. اذا انت تلعب مثلا مهاجم جناح يسار تمام والظهير تعبان ما بيقدر يطالع الكرة، ايش بتعمل؟ تيجي انت تستلمها من الظهير بتعطيها للقلب الدفاع، قلب الدفاع بده يوصلها للنص، النص بده يعطيك، بدك ترجع تمشيها لحتى تروح لمكانك. تمام يا اصدقاء، المهم الخطوة الثانية انك انت تطلب الكرة وانت تمشي اللعبة تمام، عشان تضل الكرة معك، عشان انت تظهر اكثر شيء بالمباراة تمام. أصدقائي ركزوا بهاي اللقطة اللي بعد المباراة، اجيت أخذت الكرة من صديقي ورجعت له إياها، بعدين شوفوا كيف رجعت فتحت، شوفوا تحركي تمام، رجعت أخذت الكرة ومشيتها بس صديقي ما قرأ الفكرة كاملة تمام. أصدقائي هاي اللقطة الثانية أنا قطعت الكرة بعدين مشيت فيها صديقي فتح معي، أعطيته الكرة وركضت على الزاوية الفاضية، أعطاني الكرة ما وصلت، بس المهم هو كان رايح يعطيني الكرة. أصدقاء هاي كمان لقطة، أنا كنت بالهجوم بعدين شفت صديقي الضايق، جيت أنا أخذت الكرة وزعتها على الزاوية الثانية، بعدين شوفوا تحركي ركزوا، بعدين جيت على هاي الزاوية لقيت في ناس، رحت على الزاوية الفاضية رجع أعطاني إياها صديقي، هنا شفت النص فاضي أعطيته إياها ومشيت معه رجع لي الكرة، بعدين مشيت فيها أخذت قرفي وشطها ولكن شالها الحارس، بس كانت تسديدة حلوة كتير، رجعت لصاحبي وشاطها برا. الشيء الثالث يا اصدقاء، انك لما تستلم الكره سلمها مباشره، انك من تجيك الكره ارجع رجعها، رجع لنفس الشخص او يعطيك اياها، شوف الفاتح اعطيها، ولازم تشوف الملعب كامل وتروح على المكان الفارغ تمام. ركزوا بهاي الخطوه، وين في مكان فارغ بالملعب لازم تروح عليه، بركض على المكان الفاضي واخذ الكره وبعطيها للمكان الفاضي كمان مشان اروح على مركزي تمام. اذا هاي الخطوه الثالثه، لازم تروح على المكان الفارغ يا اصدقاء، وين في مكان فاضي روح عليه عشان تجيك الكره، وين او شفت صديقك مثلا اجته بالدفاع، انت روح على الدفاع، روح على شيء جنب، شوف وين في مكان فاضي بيقدر يمرر لك اياه صديقك الكره، انت حط حالك مكان صديقك، اذا تقدر تمرر الكره اذا راح يمرر لك اياها، ما تقدر ما راح يعطيك اياها. المهم التمركز الصحيح، تروح على المكان الفاضي، المكان الفارغ الصحيح اللي بيقدر صديقك يوصل لك الكره لهذا المكان تمام يا اصدقاء. هيك ان شاء الله راح تنحل المشكله معكم، انا متاكد ان شاء الله 100%. وحاول دائما يا اصدقاء تتدرب على السلام التسليم السريع السريع، هاي السلام التسليم السريع كثير كثير. انا مثلا انا بالمباراه حاليا شفت لاعب عنده الاستلام حلو ومباشره بسلم الكره، اقسم بالله لاعب ما بيعرف يراوغ، ما بيعرف يقطع طابات، ما بيعرف شيء، بس حلو اللي فيه انه مهم تسلمه بيرجع بيعطيك بيعطي هيك بوزع تمام. هاي شغله حلوه كثير، فهذا الشخص انا دائما بستلم الكره شفته اعطيته عفوا راح ترجع لي الكره تمام، رجع الكره عشان لما يعطيك اياها صديقك يعرف انها راح ترجع له، ما تعطيه يعطيك اياها تلف هيك تدور تضيع تروح لا تراوغ يا اخي، لا تراوغ ورا مراوغه. اذا كنت رايح واجهت لاعب ضد لاعب مندفع عليك، في كثير اشياء بالمراوغه ان شاء الله بحكي عنها يا اصدقاء. وهيك بنكون خلصنا الفيديو، يعطيكم الف عافيه، واي شيء بدكم اياه اكتبوا لي بالكومنتات. اخوكم مصطفى جاهز ردي سلام، لا تنسوا الصلاه على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، صلوا على النبي.